الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام العسكري عليه السلام: الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى أراني الخلف من بعدي. أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلقا وخلقا، يحفظه الله تبارك وتعالى في غيبة، ثم يظهره فيملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما.